بصوا يا جماعة أسعار كل حاجة. هنشوف اسحب الورقة ونشوف كم سعر. بصوا يا جماعة ده بعشرة جنيه ماشي، المسكوت بعشرة جنيه والشيبسي بخمستاشر جنيه. ثانية يا جماعة، الشيبسي بخمستاشر جنيه والعصير بكام؟ 30 جنيه، والبيتزا ب 100 جنيه صح؟ البيتزا ب 100 جنيه وده؟ ودي طبعا أصعب حاجة. وده كمان ثانية يا مريم ثواني، وده 150. وده يا جماعة 28 جنيه. 20 جنيه أنا والله يا جماعة لو طلع لي 20 ثانية ده أو 30 ثانية أنا خلاص أنا هتسحب، مش هكمل الفيديو يعني. بصوا حاجات صعبة وبديكور كمان ب 50 جنيه. ويلا بينا نبدا التحدي عشان احنا متعبين قوي. ويلا بينا انت بقى ابدا. يلا ثواني هنعمل التايمر يا جماعة. اعملي خدي حاجة. اول حاجة يا بختك يا مريم، دقيقتين يا جماعة، دقيقتين اكتر حاجة بتاعتي. يا اختك يا مريم اختار ايه بقى؟ دقيقتين يا مريم لازم تاخدي حاجة قيمة كبيرة، فانا اللي اقول لك تاخدي دوت. لا الدوت لا، انا هختار حاجة اكبر. دقيقتين لا، انا هختار حاجة اكبر. هو مفيش حاجة غير دوت اكبر يا شمسي. ماشي شمسي يا مريم ب 15 جنيه، ده ب 150 جنيه بس براحتك. يلا انا اختار حاجه ممكن مع شمسي يعني عادي. بس ممكن اختار حاجه بيتزا. يعني يبقى 115 جنيه. يلا اعمل التايمه. ماشي يا بختتها يا بختتها يا جماعة يا بختتها. يلا طيب انا معايا دقيقتين. 3 2 1. عم هيطلع لي كام يا جماعة؟ مش عارف، انا خايف اوي. يا رب يطلع 5 دقايق، 10 دقايق، دقيقتين، دقيقة 39. يا رب. انا اخترت. قولوا يا جماعة قبل. بصوا دلوقتي اسمعوني يا جماعة وركزوا. هتوقفوا الفيديو بس ستوب بس، وهتعملوا ايه؟ هتنزلوا كده تعملوا لايك وكومنت واشتراك، قولوا مين اللي هيكسب بس كده يعني. انا عايز كده بس. يلا مريم يلا مين اللي هيكسب؟ يلا اعرف ان اول حاجه محدش يدخل مع باتشينو معاذ حد، تعرفوا ان انتوا عشان هتعرفوا ان انتوا خسرانين. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 يس. لا لسه ياما، هي بس كسرت 100 جنيه بس. 100 جنيه يا مريم وانا زيرو. يلا مريم اكسبك. يلا بسم الله. انتوا قولوا لي يا جماعه. استنى ثواني انا هختار. جاي ايه؟ 30 ثانية. يطلب بسرعة. خمسين جنيه. ماشي هاخدها. انا هاخدها. سبعة.
سلام خلاص يا دول يلا سلام اعمل بس الشيب بتاعي كمان وعليا يا جماعة قولوا لنا في الكومنت انا اللي هكسب طبعا يا مريم طبعا 3 2 1 اختار شابو اختار شابو هو اخر كلمه يلا خلاص فاضل حبه يلا 10 6 9 8 10 يلا يا معلم خلص نفسك رن يا جماعه رن 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 ما كانش ما كانش غسيل غريب 100 رجع تعال دلوقتي مركز بيه يلا وري اختار اوبس اختاري يا جماعة ده بص مسك الدنيا باللايك اختار يا ماما ده مع ده يا معز ده ومع ده انجز نفسك يا معز انجز نفسك هتخسر 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 يلا قربت يا جماعة قربت مش عارفة اقول ايه قربت
قربت يا حبيبي امك يا قلبت 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 خلاص. لا انت وقفتها يا حبيبي. ايوه عشان خلصت خلاص. سبع ثواني يلا انا بقى خلاص قبل دقيقتين يا جماعه. سبع ثواني عشير نسجل الروبوت ده على مريم يا جماعه كده كام؟ 150 وده 20 30 ثواني كده نسجل تاريخ 180 جنيه ومعاك معاك 50 يبقى 230 جنيه. يس 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 يلا انا بقى يلا بينا على مريم. يس 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 40 ساعة اكمل بالزيتي. ماشي كمليها واختاري حاجة معاك. هي عصير قبل العبيد ماشي افتح يا عصير. اول لما تسقيها كده على طول عب 3 2 1 بدا فاضل 17 سنة 6 سنة. يلا 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 قرب 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 2 1 خلاص في ولا في او بس يا جماعه في بس البيتزا خلصت يعني بس كسبتي 100 جنيه كسبت 100 جنيه وهي كانت معاها كام؟ افتحي حسابات يا جماعه. بصوا يا جماعه ايه كانت معاها؟ ماشي يا جماعه معاها 200 جنيه 100 جنيه كتير ومعاها تانية كتير قوي. لغايه دلوقتي انا معايا متفوق لغايه دلوقتي. يلا لغايه دلوقتي انا كسبت نقطة ونقطة لا دقيقة دقيقة يس 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 دقيقة واحدة كده ون كده يا جماعة يعني ايه ون 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 يلا سوف اكسبك اخرج وتاني 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 وبيتزا يلا يلا افتح افتح لو خسر يا جماعة ممكن اخسر 1 2 3 وكومنت عشان اشوفكم كل الجديد ودوس على الكومنت عشان تشوفوا فيديوهاتنا كلها. ماشي يلا ماري اختار. قولي بسم الله بسم الله بسم الله السلام عليكم.
عليكم السلام. شخباركم؟ الحمد لله. وانتي؟ انا بخير. شكو ماكو ماكو السلام.